الآن كم ركن؟ خمسة. الزكاة. لازم كل واحد يحافظ على نفسه. تمام. فعلا التعليم في غات يعني يحتاج لي يعتبر احنا المدارس الخاصه هذه انقذت التعليم قليلا في غات، لان فعلا التعليم العام متدني نظرا لسوء المباني طبعا غير مجهزة والمدرسين غير مستكفين من المدرسين، فإحنا حبينا من المنطلق هذا نفتح المدارس الخاصة هذه حتى ننقذ ما يمكن إنقاذه في مجتمع غات. ونتمنى من الناس جميعا من مش أولا من منطقة غات وثانيا من التعليم الخاص في طرابلس أن ينظرنا من الناحية هذه ويدعمنا من ناحية من جميع النواحي، من النواحي اللي إحنا يمكن درنا مجهود ذاتي ودرنا ما نقدر عليه، لكن حتى الدعم من الوزارة غادي ومن المكتب مهم جدا من ناحية توفير الكتب المدرسية، من ناحية توفير البيئة المناسبة للطالب. نتمنى فعلا وبجد من المنطلق هذا أن إحنا نكون ندعم التعليم الخاص ونزيده حتى مدارس التعليم الخاص في غات، لأن فعلا يعني التعليم الخاص هذا أصبح جزء مهم جدا في المجتمع بالنسبة لنا. يعني الحمد لله أنا قاعد في المكتب يعني وتأخير اللي هي تسجيل أي طالب في المنظومة أراه مسبب إرباك للبلدية كلها. ليش؟ إحنا منطقة صغيرة ومنطقة الجنوب باش تمشي لطرابلس تبي لها هذيك الحسبة. معقولة لما تجي من غات تمشي للبلدية لطرابلس بمجرد حاجة بسيطة جدا يقول لك أرجع لغات باش تكمل الإجراءات بعد ما قعمست أنا 21 يوم على أساس نكمل الإجراءات نقابل أحد المدراء اللي مسؤولين على البرنامج المنظومة يقول لي ما عندكش إذن مزاولة 2020-2021. كيف أنا ما عنديش إذن مزاولة 2020-2021 وطلبة متاعي عندهم صحايف اللي هم نازلين في المنظومة واخدين اللي هم شهايد الإلكترونية، فبالتالي ما فيش اللي هي التعاون الحق. بصراحة معنا أستاذ عبد الله في المكتب بارك الله فيه كان متعاون جدا، لكن بعد صدور برنامج المنظومة مش منظم، يعني لا أراه منظما. طبعا من خلال زيارتنا لاحظنا المدارس تعاني من بعض المشاكل، من ضمنهم مشكلة الكتاب المدرسي. أول شيء غير متوفر، وثاني شيء الكتاب المدرسي يأخذوا فيه بالرسوم وهم يعطوا فيه بغير مقابل، وهذا حقيقة يعني ظلم في بمقابل أن الكتاب المدرسي الدولة دافع الثمن مسبق، يفترض أنها يعاملوا المدارس الخاصة بأسوة المدارس العامة. أيضا بعض عدم التعاون بعض الإدارات مع المدارس الخاصة باعتبار الجنوب ما فيش مستثمرين كبار اللي هم عندهم القوة لإنشاء مدارس نموذجية. فأطلب من هالمنبر أن كل الإدارات اللي لها علاقة بالتعليم الخاص التعاون مع التعليم الخاص ووقوف معه خاصة في المنطقة الجنوبية، وتكلم خاصة بمنطقة غات. وشكرا.